خلينا نقف بس مع تليفون مهم معانا، كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق كره السله رجال. كابتن احمد مساء الخير. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام ما شاء الله، نتائج رائعه، نتائج ماشيه في الطريق المستقيم او الطريق اللي احنا كل الناس بتتمناه. تقول لي يعني المرحله اللي فاتت الاعداد ودخول في مرحله الدوري المرتبط، ايه الوضع بالظبط؟ والله يا كابتن خالد احنا بدأنا يعني فترة الإعداد طبعا يمكن كملنا متأخر شوية، كان يعني بعض التعاقدات كانت لسه ما خلصتش. الحمد لله لما الفريق اكتمل كملنا فترة إعدادنا، سافرنا اسكندرية لعبنا بعض الماتشات الودية مع الجياد ومع سموحة، ولعبنا الدور الأولاني في منطقة القاهرة أندية يعني متوسطة الحمد لله. يعني كنا لازم نلعب ماتشات بصرف النظر عن مستوى الماتشات عشان يحصل انفجار في التعامل. احنا السنة دي في تغيير كبير في الفرقة، حوالي 7-8 عناصر جديدة، فمحتاجين يلعبوا مع بعض كتير. بدأنا الحمد لله الدوري المرتبط مع هيئة قناة السويس والجياد، فزنا في الماتشين، كان وراهم نادي سبورتنج فرقه من يعني من التوب 6 كده اللي هم في البطوله، فرقه يعني متعوده ان هي تلعب على البطوله الفترات اللي فاتت. الحمد لله ادينا يعني مش هقدر اقول لك ان احنا وصلنا الفورمه 100% او حتى 90% من اللي احنا يعني نفسنا نشوفه، لكن يعني عم بظن ان الفرقه وصلت 60 70% كده المستوى كويس. هكلمك بصراحة شديدة جدا على مباراة سبورتنج والفوز 9 بونت فرق، 99-90 اعتقد، يعني ماتشات سبورتنج بتطلع بونت 2، الناس عندها شوية أريحية إن فريق كرة السلة ماشي في الطريق السليم. والله هو سبورتنج زي ما بقول لك فرقة كبيرة، لكن طبعا احنا الماتش وصلنا جوه الجيم لفرق 18 نقطة وفرق 19، وفي اخر دقيقه كان فاضل دقيقه وكان السكور 16 بوينت. بس طبعا انت عارف يعني مش عايز اتكلم لا انا لا اتكلم اكيد اكيد يعني التحكيم اللي خلت السكور ينتهي 9 بونت. بيقللوا الفرق دايما، هو دايما الماتشات الكبيره كده يقللوا فيها الفارق شويه. كابتن احمد، في سؤال مهم، انسجام اللاعبين اللي جم من بره النادي، الاضافات القويه جدا، ايهاب امين واليكس واحمد شوكت وشرشابي وكل الرجاله الكباتن الكبار بتوعنا، مستوى الانسجام بينهم وبين لاعبي النادي الاهلي دلوقتي وصلنا لدرجه شكلها قد ايه؟ والله يعني وصلنا لدرجه فوق ما احنا كنا متصورين في الفتره القصيره دي. يعني الحمد لله يعني يمكن شغل كابتن اشرف والجهاز كله معاه الفترة اللي فاتت، الفرقة يعني هتحس يعني ان اللعيبة بقى لها فترة كبيرة بتلعب في النادي. ما شاء الله يعني نشوف اليكس عامل ماتشات هايلة، ايهاب عامل ماتشات هايلة، ايمن شوكت كويس جدا، الزيات، الشرشابي عاملين مستوى كويس، عبد الفضيل بدأ اخر واحد دخل معانا، طبعا هو اقلهم جاهزيه من الناحيه البدنيه، لكن ما شاء الله يعني ادى في حدود الجاهزيه بتاعته بمستوى معقول. طبعا منتظرين منه اكتر من كده بكتير، منتظرين منهم اكتر من كده بكتير، لكن في لعيبه دخلت بسرعه وفي لعيبه بتاخد وقت شويه، لكن اوفرول يعني كل اللعيبه ادوا اداء مبشر جدا ان شاء الله السنه دي. من وجهة نظر الجمهور النادي الاهلي رقم واحد ما شاء الله بالنجوم اللي فيه، من وجهة نظر الجهاز الفني اكيد في منافسة، شايف المنافسة السنه دي باذن الله مع اي فرق في الدوري المحترفين او الدوري المرتبط او الدوري العام؟ والله يا كابتن خالد يعني يمكن حضرتك ممكن تكون خبره كمان في عارف دوري الباسكت من زمان بيمشي ازاي. الموضوع ما بيبقاش في الباسكت اسماء او تعاقدات، او طبعا دي عليها يعني السلكشن بتاعك الفرقه بتاعتك اللي بتختارها في الاول حاجه مهمه جدا، جزء 50% من شغلك، لكن 50% الثانيه بيبقى اللعب، التمرين والماتشات وانك بتضحي عشان تكسب، انك تموت نفسك في الثانيه عشان تكسب. المنافسه كبيره جدا، فرق كتير قوي، فرق شرسه جدا، اتحاد اسكندري، الزمالك، الجزيره، سموحه، سبورتنج، كل دي فرق مؤهله ان هي تلعب على بطوله. دي صعوبه دوري الباسكت دايما، انك النهارده بتخلص ماتش مع سبورتنج، بكره تخش مع الزمالك، بعده تخش مع الاتحاد،
الموضوع بيبقى محتاج تركيز كبير جدا من اللعيبه ومن الجهاز. اكيد بنموت نفسنا عشان نحقق طموح جماهيرنا. الجمهور كله طبعا عارف ان هو نفسه يتفرج على ماتشات الباسكت. للاسف ما فيش حاجه اتذاعت لينا من الثلاث ماتشات اللي فاتوا. بس ان شاء الله متهيألي الماتشات اللي جايه دي مذاعه باذن الله. يعني احنا بنوعدهم ان احنا ما فيش حد يعني كل نقطه اعلى يعني محدش هيبخل بحاجه عشان نقدر ان احنا ان شاء الله نفرحهم ونفرح النادي كله. وهم لازم وفاهمين طبعا ان المنافسه في الباسكت عريضه يعني خمس ست فرق اكيد هي منافسه كبيره بيعملوا فينا خير واحنا يعني قايلينها على ربنا ان شاء الله ان شاء الله ان احنا نقدر نساعدهم. كلامك بصراحه شديده منافسه قويه جدا. رد دبلوماسي منك انت شخصيا ان طبعا اكيد في منافسه واكيد الرياضه ما تعرفش حاجه غير العرق جوه الملعب، لكن ثقتنا في الجمهور جمهور واثق تماما وكل الناس مجلس اداره وكل الناس الاجهزه كلها واثقه في فريق كره السله السنه دي ان هو يعمل موسم ان شاء الله باذن الله يكون بدايه لعصر انجازات كبير جدا في كره السله باذن الله على ايديكم. كابتن احمد جرحي بشكرك شكرا جزيلا اللي كنت معايا النهارده، وباذن الله فريق كره السله فعلا كلنا واثقين فيه.